المغرب اليوم أجواء احتفالية نضالية كبيرة. اليوم نخلد كمغاربة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب. هذه الثورة التي اختار فيها بطل التحرير الملك المجاهد محمد الخامس طيب الله تراه، اختار الاصطفاف إلى جانب قوى ديال التحرر ديال المغرب وإلى جانب الشعب بدون تواطؤ مع أو تحالف مع المستعمر، وهي خصوصية مغربية يكون فيها الشعب والملك يكونان فيها وجهان لعملتين واحدة. والخطاب الملكي ديال اليوم ديال سيدنا الله ينصره هو كذلك محطة أخرى من خلالها تحدث جلالته عن دور أو عن أهمية الجالية المغربية في الخارج وكيف تدافع من مختلف المواقع والمنابر على مغربية الصحراء وعلى الجهود التي تبذل في إطار الاستثمارات، في إطار التعبئة، في إطار واحد المجموعة من البرامج والمشاريع. وهذه الثورة تشكل حقيقة تاريخا كبيرا يميز التاريخ المغربي. فثورة الملك والشعب هي ثورة خالدة، هي ملحمة بطولية وطنية كانت فيها المقاومة من طرف المرحوم جلالة الملك محمد الخامس طيبته والأسرة الملكية الشريفة التي اختارت المنفى عوض التحالف مع المستعمر. وفي هذا الخطاب ديال 2000 ديال ثورة الملك الشعب ديال ذكرى 69 جلالة الملك أكد على الجالية المغربية والجيل الثالث والرابع، وأكد ذلك على دورها القوي في الاستثمارات، في التنمية، في النموذج المغربي المتميز. دونك هذه ثورة الملك والشعب كتجسد روح تلاحم بين العرش وبين الشعب، والنضال القوي والمرير الذي تتميز به التجربة المغربية التي تؤكد دائما بأن هناك تلاحم كبير ما بين العرش وما بين الشعب.